خطيرة الميتين متر نتابع في هذه اللحظات مع الامتار الاخيرة الشوط الاول والجارح الجارح الجارح سلام يا ابن الضعيف سلام الشوط الاول عند ابن الضعيف مع الجارح والشوط الاول تهانينا تهانينا على هذا الفوز وساعة الوصول الى خط النهاية صالح بن سالم الضعيف تستاهل فوز الجارح وانتزاعه للشوط الرئيسي المفتوح حق اشواط الثنايا مرحبا ومسهلا تستاهل خير وعافية ما شاء الله يا ضعيف القعود هذا سابق الرئيس اللي طاف نعرفه واليوم يكرر الانجاز ونقول تستاهل الناموس وبيض الله وجهك تستاهل خير وجهك ابيض الحمد لله على التوفيق الشوط الاول مو بسهل مو بسهل انك تسبقه ومو بسهل انك ترجع فيه مره ثانيه وتشارك نفس الشوط وتسبقه حمل كبير على المضمر وانت تعرف الشيء ذا صحيح ما يحتاج والسوق ما عليه خوف لكن اليوم مسافه الثمانيه تختلف عن مسافه السته اكيد بيكون عليك حمل بيكون في قعدان مرشحه في قعدان سباق لها ماضي اتخذت القرار من البداية انك تشارك في الشوط هل هو لما وراءه يعني مثلا شواط الرموز الجس نبضه ولا القعود معطيك مؤشر قوي خلاك توديه الشوط قعود الله يبارك فيه سوق وماضيه طيب وراعي مسافات ما عليه المسافة ولا عليه من قوة الشوط يعني القعود هو الله يبارك فيه اللي قال لك وديني الشوط مفتوح صحيح سوق مشاريع طيبة والقادم أفضل إن شاء الله يوفقك القادم بعد كم يوم عندنا مهرجان المؤسس رموز وملايين وين بشوف الجارح ان شاء الله في شوط ان شاء الله في الرمز باذن الله ان شاء الله الله يوفقك يا رب العالمين اشكرك على التصريح القوي وجعل فالك التوفيق والله ان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه ونشوفه في شوط الرمز ويلطم الرمز ان شاء الله الله يجزاك خير ويطول عمرك عمرك موفق دعينا لك الله يوفقك ان شاء الله لانك جيري وصرحت انك بتروح في الشوط وتستاهل وهذا الفوز الناموس لمن تهدي هذه للوالد دعم الشعار ولمسجين الشعار